شنت قوات النظام ضربات جوية مكثفة على مدينة نوى في محافظة درعا، ما أسفر عن قتلى وجرحى وخروج المستشفى الوحيد في المدينة عن الخدمة. ووفق شهود وسكان من المنطقة، فإن جثث الضحايا منتشرة في شوارع المدينة، إذ لم يستطع أحد سحبها بشدة القصف. وأفيد أيضا بازدياد حصيلة القتلى والجرحى تحت الأنقاض، بينهم نساء وأطفال.